مستمرة مفارز مديرية مرور محافظة نينوى بتنظيم حركة السير والمرور داخل التقاطعات وكذلك الشوارع الرئيسية في مدينتنا الحبيبة نينوى، كذلك من خلال إذاعة وشاشة الموصلية الكريمة نحب نوجه النصح والإرشاد إلى أخواننا سائقي المركبات ومستخدمي الطريق بخصوص حالة الجو وتكون الضباب، الالتزام أولاً بالسرعة المقررة قانوناً والابتعاد عن السرعة الشديدة، ثانياً ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي العنصر المفاجئ، كذلك السير في منتصف الطريق والابتعاد عن السير في جانب الطريق لأن الرؤية تكون معدومة وخصوصاً في الساعات المساء وساعات الصباح الأولى، وكذلك الالتزام بالأضوية الأمامية والخلفية إن وجدت الخاصة بالضباب، وكذلك قبل الصعود أو استخدام المركبة التأكد من ماسحات الزجاج الأمامية، وإن شاء الله نتمنى لهم طريق السلامة.